فأفسح المجال بشكل أكبر للدكتور بشير إسماعيل مدير مكتب التنسيق الطبي في معبر باب الهوى لتوضيح هذه الجزئية بشكل أساسي، ولماذا 608 حالات فقط هي من يتم حاليا إثارة الحديث عنها. دكتور بشير، لو في دقيقة، تحدثنا بداية عن عمل مكتب التنسيق الطبي، هو يمارس دوره حاليا ولكن هناك حالات لا تدخل إلى تركيا، كيف المفارقة؟ عند حدوث الزلزال التركية وسوريا في شهر شباط توقف دخول الحالات الباردة والحالات الإسعافية إلى المشافي التركية نتيجة تضرر القطاع الصحي في الولايات الجنوبية للأراضي التركية. تم استئناف دخول الحالات الإسعافية بأعداد أقل مما كانت قبل الزلزال، رئيس يتم تعافي المشافي تقريبا بعد شهر ونصف من حدوث الزلزال. بالنسبة للحالات الباردة والتي تشكل مرضى السرطان والقلب، معظم هذه الحالات مع بداية شهر أيار تم استئناف دخول مرضى القلب والسرطان. بالنسبة للمرضى الذين كانوا يتعالجون في الأراضي التركية أثناء حدوث الزلزال، لكن لم يتم استئناف أطلق عليهم اسم مرضى الحالات القديمة. بالنسبة للحالات الجديدة الذين تم تشخيصهم سواء كان مرضى القلب أو السرطان قبل الزلزال بفترة ولم يتمكنوا من الدخول أو بعد الزلزال، لحد الآن لا يوجد قرار يسمح لهم بالدخول للعلاج ضمن المشافي التركية. دكتور بشير، المشكلة حاليا تتعلق بالمرضى الذين تم تشخيص حالاتهم بعد الزلزال، قبل الزلزال كل الحالات تسجل الحالة بالضبط، الحالات المشخصة قبل الزلزال وتم دخولها للعلاج ضمن المشافي التركية وما زال لديها تقرير طبي تركي أنه تحتاج العلاج ضمن المشافي التركية أمورهم ميسرة ويدخلون يوميا ما يقارب 15 مريض إلى المشافي التركية. لكن المشكلة الآن نتكلم عنها والفئة الأكثر تضررا هم مرضى السرطان. لدينا حاليا تقريبا ما يقارب 600 مريض سرطان مسجل لدى مكتب التنسيق الطبي من بعد الزلزال. هؤلاء من معظمهم يحتاج إلى العلاج الشعاعي الغير متوفر ضمن المناطق المحررة، يحتاج الدخول إلى المشافي التركية لتلقي العلاج الشعاعي لهم. معظم هذه الحالات اللي شفناها وحكينا عنها موضوع السرطان 608 معهم تحويلات لتركيا بسبب عدم توفر العلاج لكن لم يتم دخولهم. معهم تحويلات من مراكز الأورام سواء مشفى إدلب المركزي أو مشفى إدلب الوطني بعدم توفر علاجهم ضمن المناطق المحررة. بعضهم من الأطفال الذين يحتاجون جرعات وإجراءات طبية في مراكز متقدمة، ومعظمهم من مرضى العلاج الشعاعي الذين يحتاجون تلقي العلاج الشعاعي ضمن المشافي التركية لعدم توفره ضمن مراكز الأورام في المناطق المحررة. بشير، حاليا هناك اعتصام لمرضى السرطان بالقرب من المنطقة التي نتواجد فيها في ساحة معبر باب الهوى للمطالبة بدخولهم. كمكتب تنسيق طبي كان هناك سابقا تواصل مع الجانب التركي حديث حول هذه الحالات، هل كان هناك وعود لإدخال هذه الحالات أم الموضوع متعلق بضغوطات تتعلق بالزلزال؟ الموضوع كيف كان؟ بالنسبة للجانب التركي، بصراحة الجانب التركي عنده ضرر كبير بالمشافي الطبية أو بالقطاع الصحي في الولايات الجنوبية وخاصة ولاية هاتاي اللي هي المقصد الأساسي للمرضى الداخلين للعلاج من معبر باب الهوى، عنده تضرر بشكل كبير القطاع الصحي بالإضافة للولايات القريبة منها الطبية كولاية أضنة. يوجد ضغط كبير على القطاع الصحي نتيجة انتقال السكان هاتاي سواء السوريين والأتراك إلى أضنة وتلقي العلاج ضمن أضنة. هاي الأسباب التي يذكرها الجانب التركي. بالنسبة للمرضى تم عدة لقاءات، هناك كانت وعود بعد الانتخابات التركية تم استئناف دخولهم، ثم وعود بعد يعني انتهاء إجازة العيد كان في دخول وخروج للحجاج. حاليا لبعد العيد لم يتم استئناف دخول المرضى للأسف. نعم، نشكر دكتور بشير إسماعيل مدير مكتب التنسيق الطبي على هذه الإفادة. حقيقة